في هذه اللحظة فتحت البوابات واندفعت على بركة الله تعالى سيداتي وسادتي الخيل المبتدية، الانتاج عمر السنتين على مسافة 1200 متر. هنا البداية تأتي مع بنت الأجواد في المرتبة الأولى. في هذه اللحظات مع نايف العنزي بنت الأجواد تتقدم، هناك أيضا مرب العز من الخارج يحاول التقدم، وكذلك خفيرة التي تأتي هنا مع لويس موراليس في محاولة في المرتبة الثالثة تقريبا الدخول القوي الذي يأتي لفات. في هذه اللحظات مع فهد الفريدي ولا زالت الصدارة لبنت الأجواد في محاولة التقدم والحفاظ على الصدارة من البداية وحتى النهاية. في هذه اللحظات التي يشاهد أيضا الدخول القوي لخفيرة التي تأتي هنا أيضا مع لويس موراليس في هذه اللحظات، ولا زالت الصدارة في هذه اللحظة لبنت الأجواد. خفيرة من الخارج الآن تحاول الدخول في هذه اللحظات، ولا زالت الصدارة هنا أيضا ل15 مربى العز الذي يحاول التقدم مع المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم، ولا زالت الصدارة لبنت الأجواد التي تنطلق بكل قوة لإرفاع صنة الغريبان مع نايف العنزي الذي يحافظ على الصدارة. بنت الأجواد من المشاركة الثانية لبنت الأجواد، انفراد ما شاء الله تبارك الله بالصدارة في هذه اللحظات، توسع الفارق بنت الأجواد في هذا الشوط شوطنا الأول. هنا الأداء الرائع لبنت الأجواد تصادق على ترشيحات الزميل عمر الطويلعي في هذا الشوط. بنت الأجواد ما شاء الله تبارك الله بكل قوة في شوطنا الأول بنت الأجواد. الاختبار الثاني المميز لبنت الأجواد لرفاعي صنة الغريبان تدريبات ناصر فواز.